وشوشة. كل المشاهد كانت ردود الافعال زي الزفت الحمد لله. يعني انا كنت بتشتم بس طبعا من حب الناس كمان في ياسمين. مش بتشتم يعني الناس كانت ردود افعالها حتى على اي رياكشن. يعني انا في مشهد مثلا لو ابتسمت في ابتسامه فهو الناس ما كانتش مصدقه ان نسمتي ازاي والشخصيه دي بتبتسم. يعني مش مشهد ما اعتبرتوش مستشهد، لان لو كنت اعتبرت غير كده ما كنتش عملت الشخصيه كويس. اي شخصيه كلها ما حققت صدى وحققت مفاجاه وذول عند الناس. فحتى انت ابسط المشاهد، يعني مثلا مشهد الست داخله عندها كانسر وتعبانه وانا واسلام عمالين بنضحك، يعني ما فيش كده، يعني لو بتتريقي وتعملي على مرض. يعني انا حتى واسلام كنت طول الوقت بقول له احنا رايا وسكينه، احنا عاملين زي رايا وسكينه في المسلسل. بجد كانت شخصية صعبة، شخصيتين صعبين بصراحة. فعلا قعدت اتفرج على رايا وسكينة والله برياكشناتهم بتبرئاتهم بكل حاجة، اللي هو الفيلم القديم ده ابيض واسود وحاجات وصور وحاجات كده، وعملت سيرش. واستاذ احمد طبعا كان مساعدني فيه كتير قوي، يعني هو اللي عمل فعلا فريم بتاع الشخصية. يعني حتى كنا احنا كان هو مكبر السن شوية، فكنا مكبرين ميك اب، كنا عاملين ملامح حد قوي، اللبس، يعني كنا عايزين نمشي في الشخصيه في تراك واحد كده. انها هو حتى انا متجوزها وهي حلوه وصغيره ومش عارفه ايه، بس هي ليها تراك واحد عايزه تمشي فيه، مش عايزه تطلع منه، اللي هو اهم حاجه ان هو يبين الجشع والكره والجحود اللي جوه قلبها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.